أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا أولياء المحروسة، وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم. هنتكلم النهاردة في أولياء المحروسة عن مين؟ عن بنت النبي، عن أم هاشم، عن أم العواجز، عن ستنا السيدة زينب. السيدة زينب بنت ستنا فاطمة الزهراء، السيدة زينب بنت سيدنا علي بن أبي طالب، السيدة زينب أخت الحسن والحسين، السيدة زينب اللي شافت اللي محدش شافه على الإطلاق. السيدة زينب سماها الرسول بهذا الاسم، وبالمناسبة هذا الاسم المهم جدا هو اسم كان يعني الفتاة القوية، ودي حاجة هتفهمك بعد كده شخصية السيدة زينب اتبنت ازاي. هي كلمة زينب هي القوية الودودة العاقلة، ده المعنى يعني. وهتجد سبحان الله العظيم انه معنى الاسم ارتبط بالشخص ارتباطا وثيقا الى حد التلاصق والتكامل التام. سيدة زينب عاشت مع الرسول تقريبا 5 سنين في حياته، حفيدة الرسول عليها افضل الصلاة والسلام، اشرف الخلق اجمعين. والسيدة زينب بعد كده اتجوزت عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب، ده ابن عمها جعفر اخو سيدنا علي الامام. وهنا برضو شوف التظبيطة جاية ازاي. سيدنا جعفر نفسه اتولد، سيدنا عبد الله قصدي، اتولد كأول طفل يولد في الحبشة عند الهجرة الأولى لما راحوا على الحبشة يحتموا بملك الأحباش المسلمين وقتها. المهم سيدة زينب مش بس هي منسبة ومتزوجة وأخت لمجموعة من الأولياء الصالحين وأصحاب البركات والكرامات، السيدة زينب نفسها ليها قصة شديدة العظمة في القوة وفي الكرامة وفي العزة وفي الإباء وفي الشمم. هتيجي تقولي إيه اللي جاب السيدة زينب مصر؟ أنا أقولك، السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها الحقيقة شافت إزاي والدها سيدنا علي الإمام اتقتل على إيد رجل الخوارج ابن ملجم، طعن وقتل غيلة وغدرا، وشافت إزاي بيقتل أخوها الحسن، وشافت إزاي بيت النبي بيضطهدوا من يزيد بن معاوية بن سفيان بن حرب. هل تسكت السيدة زينب وتتعامل باعتبارها الفتاة والزوجة والأم؟ لا طبعا ما تسكتش. هل تنكسر السيدة زينب؟ ما تنكسرش، دي بنت النبي، وأبوها مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب، يا خبر أبيض، سيف الله الغالب. ما تسكتش السيدة زينب وتقرر إنها تحكي كل ما حدث في كربلاء وما ارتكب بحق أبيها وأخوتها من فظائع وشنائع، ولا تسكت على الإطلاق، مع إنه يزيد بن معاوية طالبها أكتر من مرة بأن عليها أن تسكت في مقابل أن تظل كما هي في بيتها معززة مكرمة في المدينة المنورة. إلا إنه السيدة زينب ما سكتتش على الإطلاق، وكادت بكلمتها المؤثرة والحقيقية والواقعية بأنها تقيم ثورة عارمة في المدينة ضد حكم الأمويين وحكم يزيد بالتحديد. فهددت السيدة زينب، هتطردي برا المدينة؟ يعني هتطردي؟ فقالت والله ما هتحرك من المدينة ولو عملوا ايه، واللي عاوز يطلعني برا المدينة يشلني يطردني براها. يجي الصالحين من اهل المدينة ويقعدوا يقنعوها انه خلاص هنعمل ايه، احنا مضطرين ان احنا نسيب المدينة، او بالادق اخرجي برا المدينة معززة مكرمة وابعدي عن بطش يزيد بن معاوية وأعوانه. تقول لهم الحسين اتقتل، وولادي محمد وعون اتقتلوا، ومعاهم 73 من عثرة آل النبي عليه الصلاة والسلام وأبناء الصحابة. يا جماعة ازاي تسكتوا على كل هذا الظلم؟ فيقول لها معلش، احنا نقولك اطلعي على الأرض اللي تحميكي. هطلع على الأرض اللي تحميني؟ طب هطلع كده لوحدي؟ قالوا لها عايزة تاخدي مين؟ قالت لهم أنا هاخد علي زين العابدين.
لأنه عبيد الله عاوز يقتله، وأنا مش هسمح بده ولن أفارقه، ولو أردتم الفراق فاقتلوني مع علي زين العابدين. إيه الشجاعة دي؟ إيه الكرامة والعزة دي؟ يقول لها طيب خدي معاكي علي زين العابدين إلى مصر. إلا أنه حتى من قبل ما تبدأ السيدة زينب رحلتها لمصر تبدأ تبعت أو ترسل الرسائل لأهل الشام وتشرح لهم ما حدث من بنو أمية ومن معاوية بن أبي سفيان ومن يزيد بن معاوية إلى آخره. تفضل تبعت ده لحد آخر لحظة ليها وهي في المدينة. ثم تيجي في سنة 61 هجريا تاخد معاها علي زين العابدين، وتاخد معاها السيدة فاطمة، وتاخد معاها السيدة سكينة اللي هم ولاد سيدنا الحسين، وتطلع بيهم على فين؟ على مصر. توصل فين؟ توصل على ما نعرفه الآن بمحافظة الشرقية وتحديدا مدينة بلبيس. وتفاجأ السيدة زينب هي وسيدنا علي زين العابدين والسيدة فاطمة والسيدة سكينة، دول كلهم ولاد سيدنا الحسين بقى، تفاجأ بالمصريين خارجين في استقبالها في موكب مهيب، وبالفرحة وبالغناء وبالاستقبال العظيم وبالتهليل وهكذا. ومش بس كده، يقابلوها ويجروا عليها علشان ينولوا البركة، وهم بيبكوا انه ازاي بنت النبي تجيلهم وهي طالبة الحماية، ازاي انه بنت سيدنا علي بن ابي طالب يحصل معاها كده ويحصل مع ابوها كده ويحصل مع اخواتها كده. المصريين مش قادرين يصدقوا ان ده ممكن يحصل مع آل البيت النبوي، لا حول ولا قوة الا بالله، شيء غريب جدا. وبرضو تجد انه مخلد الانصاري وكان وقتها هو واحد من كبار رجالات مصر يجي ويستقبلها بنفسه ويتعهد لها بالحماية والرعاية. تقعد السيدة زينب في مصر وهي الزاهدة صاحبة السيرة الخالدة، فيحبها المصريين ويقبلوا عليها وعلى دروسها ويعززوها ويكرموها، وتتكلم عنهم السيدة زينب كما لم تتحدث عن أحد، لأنها فوجئت بحفاوة الاستقبال وبكرمه، ووجدت لنفسها منزلا في كل مكان موجود في أرض مصر المحروسة. مش بس لوحدها، ده هي وولاد أخوها سيدنا الحسين. المصريين حبوا السيدة زينب لدرجة أنهم كانوا يتبركوا بها جدا ويرفعوا ليها التوسلات، يا ستنا والنبي ادعيلنا علشان فلان يخف، يا ستنا ادعيلنا عشان فلانة تتجوز، يا ستنا ادعيلنا علشان فلان ربنا يوصل رزقه. إلى أن تتوفى ستنا زينب رضي الله عنها وأرضاها، ويبدأ يتعمل لها المسجد والمقام والضريح في القاهرة في حي السيدة زينب المعروف دلوقتي وفي نفس ذات المكان. ويذكر أنه أحد ولاة مصر في وقت السلطنة العثمانية وهو علي باشا تحديدا جدد المسجد سنة 951 محبة في السيدة زينب، وبعدين اتعامل مرة تانية في عهد الأمير عبد الرحمن إعادة تجديد لهذا المسجد. أما سنة 1940 فكانت بقى خلاص موجودة وزارة الأوقاف المصرية، ولقت إن المسجد أصبح قديم جدا جدا، وبالتالي خدوا قرار إن هم يجددوه، ولكن اضطروا لإيه؟ لهدم المسجد القديم. وفي الوقت ده ما كانش فيه تسجيلات للآثار الإسلامية، يعني المسجد اللي انت شايفه دلوقتي بشكله ده واللي بالمناسبة بيجري تجديده مش هو المسجد الذي أقيم في أول مرة على ضريح السيدة زينب، ولا هو المسجد اللي عمله علي باشا العثماني، ولا اللي عمله الأمير عبد الرحمن. الآن جاري تجديد هذا المسجد العظيم، لكن كل اللي أقدر أقوله لك إنه المصريين حبوا آل البيت محبة أكبر بكتير مما كان يتصورها كل أرجاء العالم الإسلامي. وبالوقت معانا في أولياء المحروسة هتشوف إزاي مصر أرض الإله، أرض البركات والكرامات، استضافت وحمت بكل الحب وبمنتهى الكرم
آل بيت النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وبرضو أقول لك استنانا بكرة أو استنونا كلكم بكرة وحلقة جديدة نحكي فيها حدوتة جديدة عن أولياء المحروسة.